بعد مخاوف وتحذيرات من موسم جفاف قد يمر به العراق صيف هذا العام، دخل سد أليس التركي للعمل ليحرم العراق من نصف حصته المائية من نهر دجلة. أكدت مصادر عراقية انخفاض مناسيب نهر دجلة وروافده، حيث أن كميات المياه الواصلة من تركيا انخفضت إلى نحو 50%. أضافت المصادر أن كميات المياه من تركيا انخفضت بشكل قياسي، حيث تصل إلى نحو 390 مترا مكعبا في الثانية، بالمقارنة مع العام الماضي الذي كان يصل إلى 700 متر مكعب في الثانية.